صار لك قديه مش شايفها لالين وحكيتها على التليفون لما كنا عندك؟ صار لي من وقت عيد الاستقلال. من وقت عيد الاستقلال بس على التليفون حكيتها؟ بس على التليفون. انا شو قلت لها؟ قلت لها اذا ما بتجي اليوم خلص انتهت بيني وبينك. طيب شو بدك تقول لها على التلفزيون اليوم؟ كان بدنا اياها تكون معنا بس ما اجت، شو بنعمل؟ شو بدنا نقول لها على التلفزيون؟ بدي على الكاميرا هون. انا زعلت انه ما جيتي لانه لقائك كان معي رح يجنن، يعني لو طلعت عن انت فيه ما تخسر شيء يا لين. انا معلي صار لي 6 سنين معنا لين، 6 سنين معنا لين، هلا توصل مرحله ما عم بقدر اشوفها. طيب شو بتقلها على الكاميرا؟ ولا هي عم تحكي؟ بتمنى اشوفك باقرب وقت ممكن لانه اشتقنا لبعض وبتمنى نشوف بعض. وعلى اليمين مين في؟ لين. شو بك استحيت يا حالي؟ شو في؟ شو بك استحيت؟ من استديو ما هو كان في شي بينه وبين بلال بس ما كانت تخبرنا. شو بتقلها اليوم لالين؟ شو بقلها؟ أول شي ما يلا احكي معها. ايه خلينا نعطيك هيدي أول شي، خلينا نعطيك البوكية اللي من لين فيي. أخذ هاي، يلا هيدي من لين لمين؟ شكرا. هاي لإلك. شكرا. يلا طلع فيها وشوف شو بدك تقلها. طلع فيها ما فيها هي. لا بدك طلع، ما تستحي، ما انا حدك. عود بجم بدك، انا معك معك هون. يلا بدي واحد حطك. على فكره 6 سنين معي، هلا بتوصل لمرحله بتعيط علي على التلفون ماشي. هلا هيدا برات مش على التلفزيون بنحكي فيه، هاي المشاكل اللي بنحكي فيها برات التلفزيون. جايبت لك ورد وجاي لعندك وعملت لك مفاجاه. ميرسي انه في شيء معلي. كفي كفي. ملبك ما تعت الهم. ملبك ليه بدنا نتلبك؟ مش انت قلت لها يا بتجي على الاستوديو يا بتنتهي بيناتنا؟ ايه يلا يا حدك قلها. ايه اول شيء انت ما كنت تجي لعند البيت، حاولت كذا مره اجيبك ما جيتي. ايش تحت الاستوديو؟ ليش ما جيت؟ هلا ما بدنا نعتب هلا. لا ما نعتب. ما عم تجي؟ اجت لعندك اليوم. ايه طيب هو لمين؟ بتعاتبني على التليفون انه ما جيت لعندك. طيب اكيد بدها تعاتبك، ما هي لانه بهم امرك، عم تطلب منك تجي لعندها على البيت تزورها. ايه ما انا مشغول، شو بعمل؟ بدك تتفضى كرمالها، ما فينا. ما فيي اتفضى انا. بلا انت كنت محضر تقوله للين. شو محضر لها؟ شو كنت بدك تقول؟ شو محضر؟ اول شيء شو بدك تعطيها؟ ولا هو 2 لالي؟ هولي في ورد ل وزير الشؤون. كنت عم جرب اتواصل معه على الماسنجر بس ما قدرت اوصل. بدك تهدي ورده بيضاء لوزير الشؤون؟ ايه ولكل السياسيين. ليش بدك تعطيه ورده؟ حبونا وحبوا البلد لانه حرام مثل لبنان تشوهوه انتم.